السؤال باش نجاوب على هذا السؤال المرتبط بتنمية الأسطول المغربي البحري. تيشرفني من حيث كون علما أنه وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء المظفرة التي أكد من خلالها على البعد الأطلسي للمملكة، وأمر نصره الله بالتفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي تنكب وزارة النقل واللوجستيك حاليا على التحضير لإطلاق دراسة استراتيجية في هذا الباب، وسنقوم من خلال هذه الدراسة بتشخيص الوضعية الحالية للملاحة التجارية من أجل ملائمتها مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي بهدف خلق الظروف الملائمة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وشكراً.